إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ونستغفره نصلي على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إن جهال فعلمنا دعفاء فقونا مذنبون فوفر لنا مسترشدون فارشدنا مستهدون فهدنا. لا حول ولا قوة الا بالله. الحمد لله نحن في فصل اللغة العربية سهلة. واليوم نحن في الدرس اليوم نحن في الدرس او نحن في الفصل التاسع عشر. اما أه الذين يدخلوا جديدا فهذا هو الفصل فصل اللغة العربية نحن نستعمل كتب اللغة العربية سهلة نحن نستعمل كتب اللغة العربية سهلة هذا هو الكتاب هذا هو الكتاب ونحن الآن في الكتاب الخامس نحن الآن في الكتاب الخامس فالحمد لله حتى الآن كنا نحن قد جعلنا الكتاب الخامس قد جعلنا نحن قد جعلنا تسعة عشر فصلا تسعة عشر فصلا فهذا الفصل هو الفصل التاسع عشر لكن في هذا الفصل أنا أدرس باللغة العربية فقط بدون ترجمه أنا أدرس باللغة العربية بدون ترجمه فالذي لاحتاج إلى ترجمه فهذا هو الفصل إن شاء الله نعم الله ييسرك هذا الأمر فيجعلنا نفهم نفهم الأشياء الذي أنا أبينك في هذا الفصل بإذن الله سبحانه وتعالى وقبل نبدأ نسأل الله جل وعلا أن يبارك فصلنا قال الله صلى الله عليه وسلم ما جئت في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة سكينة وغشيتهم رحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومرارا تكرارا أنا أقول لكم بأن فصل اللغة العربية إن شاء الله إن شاء الله بنيتنا إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى ف... هذا هذا المجلس هذا الفصل عظيم الى الله سبحانه وتعالى. فالله يسر يسر لنا دخول جنته. قال رسول الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. مع انه الفصل الان موجود امامكم ويمكنكم ان تستمعوا في اي وقت. تستمعوا تستمعوا اليها في اي وقت. في الليل، في النهار، في وقت استراحه مثلا. ف أنتم تقضون فقط مثلا نصف ساعة كل يوم نعم أو مثلا ساعة واحد أو أقل من ساعة واحد وتستمعون إلى الدروس وتكتبون كل الواجبات أو كل التمارين التي في هذه الكتب إن شاء الله تعالى أنتم تفهمون واضح؟ فيجب عليكم أن تكونوا متفائلين لأن لأنكم يمكن تسمعون كثير من الناس يقول بأن اللغة العربية هي لغة صعبة لا نحن نقول إن شاء الله هذه اللغة هي لغة سهلة لكن لابد أن نجتهد ولابد أن نغير نغير أنفسنا قبل أن يغير أنفسنا قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واضح هذا فإذا مثلا نحن الان نحن نجتهد ونحن نركز ونريد ان نفهم هذه اللغه فان شاء الله الله ييسر لنا هذا الامر قال الله جل وعلا في القران والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين فاولا اولا اشكركم نعم انتم الذين معي فيمكنكم ان تفعلوا شيء انتم تشاركون مع الاخرين تخبرون الاخرين عن فصلنا فنحن نرجو إن شاء الله هناك كثيراً من الناس يستمعون إلى إلى فصلنا إلى دروسنا إن شاء الله الذي له كتاب الآن افتح أو افتح كتابه إلى صفحة إلى صفحة الرابعة عشرة نعم افتح نعم افتح أو نقول افتح كتبكم إلى صفحة الرابعة عشرة نحن الآن في الصفحة الرابعة عشرة نحن في تمارين الآن. بالضبط. نحن في الدرس الثاني. ففي تمارين الدرس الثاني. وفي هذا الدرس نحن ندرس المثنى. نحن ندرس المثنى. فبينت لكم بأن في المثنى هناك أسماء الإشارة خاصة للمثنى. مثلاً إذا كان قريب نقول هذاني وهتاني. هذاني للقريب. وهتاني للقريب. هذاني للمذكر. وهتاني للمؤنث. مثلاً نقول هذاني كتابني. هذان كتابان هاتان حقيبتان. فإذا كان بعيدا نستعمل ذانك وتانك. ذانك للمذكر وتانك للمؤنث مثلا نقول ذانك طالبان وتانك طالبتان. واضح. فبينت لكم يحتاج إلى المراجعة لعلكم تراجعون الدروس السابقة أو الفصول السابقة. فلنكن نحن نستمر نحن الآن في الرقم الثامن. نحن في الرقم الثامن الآن ونحن نقرأ معا ما سما ما سمحت الأم لبناتها ما سمحت الأم لبناتها بالذهاب إلى بيت صديقاتهن ما معنى هذه الجملة ما سمحت الأم لبناتها ب انظر لي و ب سمح يتعدى ب ب ولم مثلا, okay, مثلا ابني okay, ابني يريد أن ابني يريد أن مثلا ان ان يسافر الى العاصمه هو يريد ان يعمل في في العاصمه في كولومبو وهو يسالني أيمكنني يمكنني ان اذهب الى العاصمه لاعمل مثلا بعد دراسه بعد الامتحان فانا انا سمحت له مع انه لابني بالسفر okay, بالسفر واضح انا سمحت له بالسفر أو مثلا أنا أنا ما سمحت فنقول أنا ما سمحت له لم هنا ما سمحت له بالسفر إلى كولومبو واضح؟ okay. مثال ان آخر أنا في الفصل فأحد الطلاب يقول يا أستاذي أنا أريد أن أخرج لأذهب إلى حمام مثلا فأنا سمحت له فنقول أنا سمحت أنا سمحت له أنا سمحت للطلاب للطلاب له للطلاب بالخروج بالخروج الى الحمام واضح فاذا مثلا انا ما سمحت نقول ما سمحت له بالخروج الى الحمام فسمح يتعدى بلام وب معناه الحرف هنا لام وبا ياتي بعد سمح واضح فهنا سمح okay. ما سمحت الام الام لبناتها بنت مفرد جمعه بنات بنت مفرد جمعه بنات بذهبي الى بيت صديقاتهن بمعنى بمعنى بنات بنات بناتها بناتها يريدن او أردن ان يذهبن الى بيت صديقاتهن وهن هنا بمعنى البنات هن هنا بمعنى البنات ليس هنا علاقه با بين ليس هناك علاقه علاقه كبي الامي واضح فهن هنا معنى البنات البنات هو جمعنا الان كنا نغير الان ام الى المثنى نغير الأم إلى مثنى فالأم أو أم بدون ألف لام مثنى أماني بألف لام الأماني ما هي جملة الجريرة؟ الجملة الجديدة؟ الجملة الجديدة ما ما سمحت الأماني ما سمحت الأماني لبناتهما لبناتهما بالذهاب إلى بيت صديقاتهن وهن هنا معناه البنات واضح لماذا لأن البنات أرأنا أن يذهبنا أرأنا أن يذهبنا إلى بيت صديقتهن مرة أخرى الجملة الجديدة الجملة الجديدة ما سمحت الأماني ما سمحت الأماني لبناتهما هما هنا معناه الأماني لبناتهما بالذهاب إلى بيت صديقتهن هذا هو الجواب للرقم الثامن نحن في الرقم التاسع الرقم التاسع المجرم في المعتقل، معتقل، معنى المعتقل؟ المعتقل معنى معني السجن السجن معتقل معنى السجن، المجرم الذي يفعل الجرم، مثلا سارق مثلا القاتل، القاتل الذي يقتل الناس، او سارق يسرق اشياء الناس مثلا، فمجرم، فالمجرم إذا قبض شرطي، إذا قبضه شرطي، فيضعه في يضع أين؟ يضعه في السجن أو في المعتقل. كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر، واضح؟ فَمُؤْتَقَنْ نقول المجرم في المُعتقل وما زاره احدٌ، وما زاره، هو هنا معناه المجرم، وما زاره احدٌ من اسرته، معناه له اسره، مثلا له زوجه او له اولاد مثلا وله اب له ام له إخوة له اخوات لكن كلهم اخواته اخواته زوجته امه ابوه مثلا اولاده ما ذهبوا الى المعتقل واضح هذا هو مفهومك من هذه الجمله فالان نحن نغير الان المجرم كي الى المجرم الى المثنى فنقول المجرماني المجرمان في المعتقل المجرماني في المعتقل المجرمان في المعتقل وما زارهما وما زارهما هنا وما زارهما هما هنا بمعنى هنا هنا بمعنى المجرمان هما أحد من أسرتهما أحد من أسرته هما هنا معناه المجرمان واضح فمرة أخرى الجملة الجديدة الجملة الجديدة المجرمان في المعتقل وما زاروهما وما زارهما أحد من أسرتهما من أسرتهما الآن الرقم الرقم العاشر رقم العاشر سألت التلميذة سألت التلميذة تلميذة معناه طبيبة تلميذة معناه معناها طبيبة فسألت التلميذة مد أو مدرستها مدرستها وطلبت مدرستها منها بكثرة القراءة والمراجعة مثلا كيف في الفصل هناك طالبات وهذه الطالبات مثلا يمكن تتكاسل مثلا نعم تكاسلت نعم ما راجعت كدرسة مثلا اوكي okay ما قرأت ما كتبت كثيرا لكنها سألت المدرسة في الفصل واضح فماذا طلبت منها المدرسة وقالت المدرسة يجب عليك أن تقرأين وَتُرَاجِئِنَا الدرس كثي كثيرا واضح معناه أنه القراءة من قرأ يقرأ و وماذا والمراجعة من راجع يراجع مراجعة الدر الدرس واضح فالآن نحن نغير الآن نغير التلميذة معناه أنه في هذا الفصل هناك تلميذتان تلميذة في مفرد ومثنه تلميذة تاني. الجملة الجديدة سألت التلميذتان سألت التلميذتان مدرستهما 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 مفعول به مدرستهما وطلبت مُدَرِّسَتُ فاعل الان وطلبت مدرستهما منهما منهما كثرة القراءة والمراجعة معناه كثرة معناه كثير كثيرة كثيرة نعم وهي تكثر القراءة والمراجعة واضح مرة أخرى نعم الجملة الجديدة سألت التلميذتان سألت تلميذتان مدرستاهما هما هنا هما هنا بمعنى التلميذتان وطلبت مدرستهما هما هنا بمعنى التلميذتان منهما هما هنا بمعنى تلميذتان كثرة القراءة والمراجعة كثرة القراءة والمراجعة هذا هو الجواب للرقم العاشر لعلكم تفهمون فالان الرقم الرقم الهادي عشر الرقم الهدي عشر فكر المدرس فكر المدرس في سبب رسوب فكر المدرس في سبب رسوب طلابه في الامتحان وله مثلا المدرس في الفصل هو مدرس كي جيد المدرس مثلا كدرس درس طلابه كي جيد لكن ماذا ماذا حدث طلابه رسبوا في الامتحان طلابه رسبوا في الامتحان وهو فكر واضح ففكر معناه فكر تفكير فكر تفكير انا مثلا انا افكر بلغة ماليزياتي ايضا تفكير انا مثلا انا افكر انا افكر, أنا أفكر في, في في في, تدريس كيف 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 اشرح لكم هذا الموضوع مثلا افكر الاب يفكر في اسرته لماذا لان لان اولاد وزوجه مثلا تريد أو يريدون أن يأكلوا فليس له مال كما ليس له طعام فهو يفكر في في طعام يفكر في شرب مثلا يفكر في المال لماذا لأنه يريد أن ينفق على أسرته الأم تفكر في بناتها بناتها مثلا البنات تشاجر بينهن فهي تفكر في بناتها واضح الوزير مثلا يفكر في الأناس في مكانه واضح فهنا تفكير، نفكر يفكر، أنا أنت فكرت أنت فكرت أنت فكرتي، هو فكر وهي فكرت، فهنا فكر المدرس في سبب رسوب طلابه في الامتحان، معناه الطلاب رسبوا في الامتحان، الآن هو فكر، ما هو الخطأ هنا؟ أنا في الخطأ أو الطلاب في الخطأ، يمكن الطلاب ما كتبوا الدرس، ممكن الطلاب الطلاب يلعبون أو لعبوا في الفصل، ما سمعوا أو ما ركزوا في الدروس مثلاً، أو يمكن الأخطاء منه. وهو لا يدرس بجيد الطلاب لا يفهمه مثلا أو هو يشرح بسرعة الطلاب لا يفهمه هكذا ففكر المدرس في سبب رسوبي سبب ما هو سبب هنا بالمالي أيضا كسبب نعم فهنا سبب رسوبي مضاف مضاف إليه طلابه في الامتحان فالآن نحن نغير المدرس إلى المسنّة المسنّة فما هو الجواب فكر المدرسان فكر المدرسان في سبب رسوب طلابهما لماذا هما الان مدرسان هما الان مدرسان مره اخرى فكر المدرسان في سبب رسوب طلابهما في الامتحان في الامتحان واضح فهنا طلابهما الان الرقم الثاني عشر رقم الثاني عشر السؤال قصير السؤال قصير لكنه لكنه, لكنه صعب وما أجابه أحد من الطلاب واضح ما معنى هذه الجملة السؤال قصير سؤالك قصير جدا نعم ليس طويل ثلاث كلمات مثلا أربع كلمات نعم قصيرة واضح فأنا أقول السؤال السؤال مذكر السؤال قصير لكنه صعب لكن صعب أن الجواب جواب صعب وهذا واقع صحيح أحيانا السؤال طويل لكن الجواب لكن الجواب سهل وفي بعض في بعض الأحيان فالسؤال السؤال قصير جدا لكن الجواب صعب مثل هذه الجملة السؤال قصير السؤال قصير لكنه صعب وما أجابه أحد من طلاب معناه لا أحد من طلاب أجاب أو يستطيعون أن يجيب أن يجيبوا هذا السؤال ليس هناك جواب من الطلاب واضح فالآن نحن نغير السؤال إلى المثنى فماذا نقول؟ السؤالان، السؤالان قصيران. السؤالان قصيران، لكنهما، هما هنا معناه السؤال. السؤالان، لكنهما صعبان. صعبان معناه السؤالان. صعبان، وما أجابهما، هما هنا السؤالان، وما أجابهما أحد من الطلاب. واضح؟ مرة أخرى، الجواب: السؤالان قصيران. السؤالان قصيران. لكنهما صعبان، لكنهما صعبان، وما أجابهما، وما أجابهما أحد من الطلاب، وما أجابهما أحد من الطلاب، هذا هو الجواب للرقم الثاني عشرة. نمنع لكم تفهمون كيف الآن، الرقم الثالث عشرة. الرقم الثالث عشرة، نسيت الأخت أنا، ما أنا نسيت؟ نسيان. مثلا في اليوم أنا أريد أن أكتب ثم رأيت في جيبي ليس هناك قلم أنا نسيت أنا تركت في البيت نسيت واضح نسيت نسيا مع أنه من نسيان نسيان أنا نسيت أنت نسيت أنت نسيت هو نسيا وهي نسيا مثلا الصباح في الصباح لي موئد مو كما الطبيب في المستشفى في ساعة الثامنة وأنا أنا ذهبت إلى مكان آخر ثم بعد هذا تذكرت وقلت نسيت موعد مع الطبيب اليوم فنسيت فهنا نسيت اوكي okay, نسيتي اصله نسيت لماذا الاخت هي المؤنث المفرد نسيت نسيت الاخت موعدها مع طبيبتها موعدها معناه لها موعد لها موعد مع طبيبتها مثلا طبيب طبيبه متخصصه مثلا في المستشفى في ساعة العاشرة وهي نسيت فالان نحن نغير الاخت الى المثنى مثنى فما هي الجمله الجديده فنسيت الأختان نسيت الأختان موعدهما موعدهما مع طبيبتهما مرة أخرى نسيت الأختان موعدهما مع طبيبتهما مع طبيبتهما هذا هو الجواب سما أخيرا الرقم الرابع عشر رقم الرابع عشر سلم الولد سلم الولد على أمه سلم الولد على أمه قبل النوم وقبلته وقبلته أمه على جبهته ما معنى هذه الجملة؟ سلم الولد على سلم على ما معنى سلم على معناه قال لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم سلام كي سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهنا سلم الولد على أمه معناه الولد الآن هو سلم على أمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل النوم قبل النوم قبل النوم معناه هو أراد أن يدخل غرفة النوم وقبل هذا ماذا فعل؟ هو سلم على أمه واضح؟ وقبلته أمه معناه الآن أمه قبلته قبل يقبل أنا قبلت أنت قبلت أنت قبلتي. هو قبل هي قبلت قبلت أمه على جبهته هنا جبهته جبهته واضح؟ الآن كنُغير نغير الولد إلى المثنى الولد مثنى فنقول ولدان الولداني فالجملة الصحيحة الجملة الجم الجم الجملة الجديدة سلم الولداني سلم الولداني على أمهما سلم الولداني على أمهما قبل النوم نا قبل النوم وقبلتهما وقبلتهما أمهما وقبلتهما أمهما على جبهتهما على جبهتهما واضح مرة أخرى سلم الولدان سلم الولدان على أمهما قبل النوم وقبلتهما وقبلتهما أمهما ما أنه أمهما قبلتهما على جبهتهما هنا واضح هذا هو الجواب كلي الرقم للرقم الرابع عشر للرقم الرابع واضح لعلكم تفهمون ف انا قد, قد جعلت فصلين لهذا الفصل الفصل الثا الفصل التاسع عشر أه الفصل الفصل الاول كي انا درست باللغه باللغه العربيه مع ترجمه فهذا هو الفصل انا ادرس باللغه العربيه فقط نعم فاهم شيء يجب عليكم ان تراجعوا الدروس مرارا تكرارا انا اقول لكم انتم تراجعون الدروس تسمعون الى هذه الدروس في اي وقت تريدون ثم بعد هذا أنتم تكتبون كل الواجبات التي أنتم تجدون في هذه الكتب مع أنه الآن نحن قد جعلنا الفصول في أولي الكتاب الأول كتاب ثاني كتاب ثالث كتاب رابع الآن الكتاب الخامس في الدرس الثاني الذين أو الذي يتابعون هذه الفصول من أول ويكتب واجباتي بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تفهم هذه الدروس إن شاء الله فمرة أخرى أنا أقول لكم بان فصلنا ان نستعمل كتب اللغات العربيه سهله الذي يريد كتب الذي يريد هذه الكتب siapa هو dapatkan buku ini telefon nomor ini 0199354122 0199354122 0199354122 فانا نسال الله جل وعلا ان يجعل نيتنا خالصا لله سبحانه وتعالى و ويكون هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى ويكون في ميزان أعمل الصالح في يوم القيامة قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قطع إما له إن قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من سرقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وأيضا في حديث آخر قال الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة ماله وأهله وعمله يرجع, يرجع إثنان يرجع ماله وأهله, وأهله ويبقى عمله فنحن نسأل الله جل وعلا أن يجعل نيتنا خالصا لله سبحانه وتعالى ونسأل الله جل وعلا أن يؤتينا أجرا ويسر علي يسر لنا دخول جنته إن شاء الله فنتوقف هنا نلتقي في الفصل القادم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته